إيمان ده عايز عصير، عايز ريفال، ممكن تروحي تديله عصير؟ بس نروح ليه؟ يلا روحي، هو عايزك انت. يلا يلا يلا. الله يسهل. صب عيلة لا قصدي مش قصدي لا الصبه يعني انت لما صبيت العصير انا بقرف قوي اصلا ما حد يليط فانت ما شاء الله بتصب بقى في كاريزما في الصبه اوكي مش عارف اشكرك ازاي يعني لا العفو انت هتتجوزي امتى بقى نعم انت لاحظت اصلا لاحظت ان في دبله فقلت اكيد انت هتتجوزي يعني خمنت قريب كمان شهر كده لا شهر نو واي بدري يعني مش هلحق بدري بدري عليك يعني انت صغيره لسه صغيره معلش ظروف بقى وكده عن اذنك لا فرح لا انا كنت بس عايز يعني اعبر لك انه مش عايزك تزعلي انا بس عايز اعبر لك ان انا قد ايه مبسوط لك قوي عارفه انه فرحان اللي هو احساس كده اللي هو يا انا فاهمه انا فاهمه انا فاهمه عن اذنك لا ما انا عايز بس هقول اصلا الاحساس ده كده انا بس هاجي لحضرتك تاني انا هقول لك بس هقول لك بس على حاجه انا عارفه نفسي ان انت تبقي فرح دلوقتي مزنوقه زنقه وحشه جدا وراها نجم الدراما الغريب وقدامها حلم ايه ده ايه في ايه ايه ده الفنان ماجد الالفي عندنا في الاوتيل مش ممكن لهيب القبطان يا جماعه مش ايه ده بصوا 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 طبعا انا فرح ازيك كنت عايز اسالك ايه